التعايش والحوار والاختلاف والإبداع والمواطنة الحق الكاملة. أخواتي وإخوتي، كنا نرى ونتتبع ونلاحظ ونأسى على ما أدت إليه أحوال الفنون التشكيلي والفنانات والفنانين، وقد أدركنا أن أعداد الذين يلجون بأعمال موهوم عالم الفنون التشكيلية تتزايد كل عام، وتبين لنا أنه يلزمهم أن يجدوا لهم محلا آمنا في هذا السياق الذي وصفناه. ولا ريب في أن تلك المقاييس والمبادئ والتصورات والأهداف والغايات التي انبنى عليها والتي شهدنا على أنها تكرس النبذ والإقصاء وتنأى عن الإنصاف وتكافؤ الفرص والمواطنة والديمقراطية لا يمكن إلا أن تفاقم أحوالا متردية وتجعل المشكلات الفنية والاجتماعية والقانونية ذات الصلة بالفن أكثر استفحالا وتنوعا وتراكما، وهذا يستدعي تناولها من وجهات نظر مختلفة ومقاربتها بأدوات جديدة تناسبها. إذا من هامش هذا السياق جئنا لنعيد طرح الأسئلة ونقترح تصورات أخرى وندعو إلى سياق عمل تخدم الفنون التشكيلية والفنانات والفنانين وتصون حقوقهم. أخواتي وإخوتي، تطمح نقابتنا إلى إنشاء أسس التواصل الإنساني النبيل بين الفنانات والفنانين، وتتوسل الحوار الشفاف المتكافئ والإنصات المتصلة إلى أسئلتهم وهمومهم من أجل أن تستجيب استجابة أجدى وأعمق لتوقعاتهم وآمالهم، وإنها تستند إلى هذا لتتوخى أن تعمل بجد وصدق من أجل إعادة الثقة بين الفنانين أنفسهم وبين هؤلاء ومحاوريهم من العاملين والفاعلين في حق التشكيل. وسيكون هدفه الأسماء إعلاء كرامة الفنانات والفنانين المشتغلين بالتشكيل وصون حقوقهم في أن يكونوا حاضرين وفاعلين في المشهد الثقافي ببلادنا. وها نحن بعدما قالت اللجنة التحضيرية أزيد من شهرين تنظر بانشغال لازم ودائم في القانون الأساسي والداخلي لتخرج بهذا المشروع، نضعه اليوم بين أيديكم لتناقشوه وتصوتوا عليه، ثم تصوتوا من بعد على المكتب المسير للنقابة. أخواتي وإخوتي، مرة أخرى نلاقيكم جميعا بمحبة، فأهلا ومرحبا بكم بيننا ولكم الشكر. شكرا جزيلا. شكرا. حضرات الإخوة والأخوات، كانت هذه كلمة اللجنة التحضيرية القاعة الأستاذ الإمام جيل. ألتمس من الإخوة بعد اتخاذ هذا المكتب أول عمل هو أن يؤبنوا هذا الرجل حسن التقبيل، لأنه يستحق أن تلتئم هذه الأسرة. توصلت حالا بمكالمة من الأسرة أنه سيؤجلون عملية ديال الدفن ديالو حتى العصر للإخوة الذين يرغبون في الحضور. في الإخوة اتصلوا العائلة دابا حالا كيطلبوا في حالة الإخوة اللي كانت عندهم الرغبة بحضور في المكنس، فتم تأجيل الدفن حتى بعد صلاة العصر. تحية لكل الحاضرين. حضرات الإخوة والأخوات، بالمناسبة أيضا الإخوة في اللجنة التحضيرية وجهوا دعوات للأجهزة التي يهمها الأمر، ولكن لحد الآن لم أرى من الإطارات التي لها اهتمام بهذا الشأن، خاصة على مستوى وزارة الثقافة أو حتى المجلس البلدي، لم يحضر لحد الآن. ولكن أيضا حضوركم أيها السادة والسيدات هو فخر واعتزاز لهذه النقابة، في انتظار أن على ظرف ضيفكم وضيوفكم أن يتم تقديم حفل شيء، لأن هناك بعض الإخوة اللي جايين من مسافات بعيدة. أغتنم الفرصة لأن يحضر معنا في هذا اللقاء فنان له حضور له تميز، وأيضا هو شرف أن يكون بيننا. بغيت منكم سماح الخوي يجي يدير الكلمة ولا سبي يتفضل معنا. تحياتي سماح. أنا كنشكركم على الدعوة، وأنا سعيد أنني نكون حاضر معكم. نتمنى أنه توفيق لكم، ونتمنى أن الشيء اللي كترغبوا فيه كفنانة كمبدعين كتشكيليين أنه تلقوا الشيء اللي كيبحث عليه الجميع في هذا النقابة. نتمنى أنه لأنه شنو كاين، كتكون نقابة أخرى وكتكون لنقابة أخرى.
واش هاد النقابه هذه اسئله ممكن انا كنطرحها لا في الميدان ديالنا بالنسبه لنا ولا بالنسبه لكم ولا في جموعه ديال الميدان الميادين. كنظن بانه كيجيو ناس على اساس على رغبه للوصول بعض الاشياء لتلبيه واحد الرغبات ديالهم فنيه. نتمنى انه في هذه النقابه هذه يلقاو فيها الشيء اللي كيقلبوا عليه والشيء اللي كيبغيو. ونتمنى انه تكون عقليه ديال الفنان ديال المبدع، والمبدع كيف كنعرفوا انه كيخصو قبل كل شيء هو يكون انسان. انسان معناه انه كيحس بالاخر، فكيفاش انه الفنان كيحس انساني ويحس بالاخر، فكيفاش انه ما يحس بواحد اللي هو مبدع معاه اللي هو تو كيبدا. كنتمنى ان تكون تنافسيه في العمل، تنافسيه في والاجتهاد في الابداع في الخلق، فهذا هو اللي كاين. ما عمر ما غادي يكون يضايقني او يضرني شي واحد اللي هو مبدع، بالعكس فكل هو مبدع على راسي وعيني ونحترمه احترام كبير. كنتمنى هذه العقليه اللي خاصها تكون ما بين المبدعين المغاربه، ماشي غير عند التشكيليين ولكن في جميع الميادين، وهذه هي العقليه باش يمكننا نزيدوا لقدام. فاذا كان الواحد انه تيبغي يكونوا في جنبه الفاشلين، فكنظن لانه هو فاشل فما يبغيش يكون شي واحد اللي احسن منه. اذا نتمنى انه الفاشلين ما عندنا ما نديروا بهم في الميدان الفني في هذه البلاد، وباش يمكننا نزيدوا لقدام هو اننا نشجعوا بعضياتنا ونوليو عندنا العقلية ديال اللي عنده ما يقول مرحبا به، بحال اللي المثل كيقولوا كنقولوا حنا كون سبع وكلني، فما نقولوهاش غير بالفم، ما نبقاوش نقولوها كون سبع وكلني ولا انا لا الهضره داك الشيء كلشي ما غيزيدش بينا القدام. اذا نشوفوا شي حاجه اللي غتزيد بينا القدام، وهو نشجعوا بعضياتنا نحبوا بعضياتنا، واللي عنده ما يقول مرحبا به، وكونوا متيقنين بانه النقابه ديالكم غتمشي لقدام الا كانت هذه العقليه، وغادي نجيو من هنا لسنه الا كانت هذه العقليه. ما غنلقاو حتى شي كرسي خاوي، لانه كلشي غيجي بطبيعه الحال الفنانين المبدعين اللي كيخدموا من القلب واللي كيحبوا هذا الشيء من القلب. شكرا لكم، نتمنى لكم التوفيق. شكرا سمح لنا على كلمته الطيبه والتوجيهيه، ودلنا ايضا من حبه وايضا كفاءته من اجل ان يكون بالفعل كما قال اطار له خصوصيه ديالو، عنده واحد الحضور متميز. ايضا في انتظار وصول الفنان سمح لنا بمكري بعض الحدث غادي نلتحق بنا ايضا ويكون ايضا معنا من الضيوف اللي يميزون هذا اللقاء. هكذا هذه العمليه ايها الاخوه، باعتبار ان مدينه القنيطره هي اللي احتضنت هذه العمليه، فما كانش بالهين على ان يتم توفير كل الوسائل الخاصة من أجل باش نعقد هذه الظروف في إطار، ثم تعرفوا جميعا أن في كل العمليات كتكون هناك بعض المتاعب والمصائب، ولكن الإخوة بفضل الإرادة والعزيمة استطاعوا بالفعل أن يحقوا هذا الجنين، ولكن كيرجع لفضل الرجل وضع الثقة فيه من أجل أن يلبي هذا النداء باش تحتضن مدينة القنيطرة. بغيت تحيوا معايا السي محمد النافي على هذه المبادرة الطيبة ديالو. شكرا كلمة مناسبة السي مصطفى النافي، كلمة مناسبة. السلام عليكم. ايوا مرحبا بالاخوان الفنانين والاصدقاء اللي بالخصوص اللي جاوا من مناطق بعيده من اكادير، تونس، سوق الارباع، من طنجة، قصر العرايش، الفاس. ما غيمكنليش ندخل ونتحدث على اسم اللجنه التحضيريه، لاننا حنا تنتحدثوا لغه واحده، لا يمكن واش واحد ياخذ الكلمه بالنيابه على الاخرين. هذا هو علاش تاسست هذه النقابه. ما كاينش شي قرار فردي، كاين القرار هو قرار جماعي، ومن هنا جات الفكره ديال النقابه اللي تكلمنا فيها مع واحد المجموعه ديال الاصدقاء، وكانت واحد المجموعه ديال المشاورات في الدار البيضاء، في الرباط، في القنيطره، في مكناس، وبدات الفكره تتخمر الا بغينا نقولوا. ومن بعد بدا العمل في تهيئ، قبل العمل في تهيئ القانون بدينا تنتكلموا على التصور والحاله اللي عليها الفن التشكيلي في بلادنا، وخصوصا في هذا الظرف هذا بالضبط، واللي هو ظرف دقيق جدا. هذا الظرف اللي تعرف واحد التحول في قانون الفنان وقانون
كيف غادي يبدا يشتغل الفنان مستقبلا بناء على على على, على القانون اللي صدر واللي صدق عليه البرلمان. هذا القانون هذا اللي بدا ترت عليه واحد المجموعه ديال 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 الاحاديث، مجموعه من الكلام، مجموعه من الملاحظات، ما بين مؤيد ما بين معارض، منتظر ينتظر الى حين. هذا القانون هذا احنا بالنسبه لنا كاشخاص اللي كنا نتكلموا في اللجنه التحضيريه هو كقانون اطار مزيان، ما عندناش عليه اعتراض، ولكن النصوص التنظيميه اللي غادي تجي تنزل هذا القانون هي اللي فين خص الفنان التشكيلي والصوت ديال الفنون التشكيليه المغربيه خصو يكون حاضر. مع الاسف جميع اللقاءات اللي دارت سواء اللقاء التلفزي، اللقاء الاخر اللي كان دار ما بين الموسيقيين، كانوا فيه الموسيقيين والمسرحيين وكانوا فيه الناس اللي كانوا تيمثلوا البرلمان، واللي صاغوا اللقاء اللي دار التواصلي في القنيطره كذلك الثلاثاء الماضي، كانت نفس العمليه في غياب تام لممثلين عن الفنون التشكيليه المغربيه، كان الفنون التشكيليه غير متواجده. فكاين واحد المجموعه ديال الحوايج اللي دفعت عليها بصفه شخصيه، صراحه دفعت عليها بصفه شخصيه كرسام مغربي، ماشي كلجنه تحضيريه، ماشي كنقابه، كرسام مغربي هو مفهوم الوكاله، مفهوم التعامل، مفهوم التعاقد، كيفيه تنزيل القوانين التنظيميه الى اخره، دفعت عليها بزاف. وفعلا الاخوان اللي كانوا كاع من الناس اللي صابوا القانون تفهموا هذه العمليه وتيحبدوا له، كان لقاو مخاطب مباشر. مع الاسف ما كانش عندنا مخاطب مباشر، نتمناو قبل ما يخرج هذا القانون في الجريده الرسميه، قبل ما ينزلوا القوانين التنظيميه، الاخوان الحاضرين والمكتب اللي غادي يتكون، نتمناو باش يكون عنده هذا الحمل هذا، هذا الثقل هذا، باش يمشي هو فرد ويفرد الراي ديالو ديال تنزيل القوانين الخاصه بقانون الفنان. الاخوان ما نخفيكمش السر بان التعب اللي تعبنا وحنا تنهيو والاجواء اللي كنا تنهيو فيها ما بين التنقلات للرباط والدار البيضاء والقنيطره الى اخره، كان واحد المشاكل كبيره بزاف، ولكن بالاصرار ديال الاخوان وبالحب ديالهم للميدان ديالهم اللي تيشتغلوا فيه وبالتصور الجديد اللي بغاو يوصلوا ليه الفنون التشكيليه المغربيه، تحديناها بزاف، تحديناها واستطعنا باش نوصلوا ونصوبوا مشروع ديال القانون اللي غادي نعرضوا عليكم. من بعده جات واحد المجموعه ديال العراقيل، من نهار عراقيل ديال الناس اللي بغات تنسف لنا العمل من جهه، من نهار عراقيل حتى ديال السلطات، حتى ديال السلطات اللي خدينا القاعه منعونا باش نديروا جمع، كان الجمع ممنوع باش يكون جمع ديال نقابه وطنيه في مدينه القنيطره. فتحدينا هاد الحوايج مع السيد الباشا الى اخره، وعطينا الا كان شي نص تنظيمي تيقول لك بان هاد النقابه هذه تتاسس غير في الرباط. هذا المغرب ممكن ناسوه في الرباط، ممكن ناسوه بوزديقه، ممكن ان ناسوه في ديك فيما بغينا. المغرب ديالنا هذا واحد، جميع المناطق المغربيه بحال بحال، وحنا تندعيو الجهويه وتندعيو كذا وتندعيو اننا نحيدو المركزيه، وشي باغي يرجعنا للمركزيه. الاخوان حنا راهنا على واحد، راهنا على جوج الحاجات فهاد النقابه كتصور عام. القانون غنحترموه، اللي غادي يصوت عليه الجمع واللي غادي يطبقوا المكتب القانون ما فيش نقاش، ولكن التصور ديالنا هو خلق واحد المصالحه ما بين الفنانين التشكيليين، خلق مصالحه، اعاده الثقه ما بين الفنانين التشكيليين، لان هذا النوع من النفور ديالنا من بعضنا، وهذا النفور ديال الهيئات من بعضها، وهذا التشتت اللي وقع في الفنون التشكيليه، وهذا خلى فراغ، وهذا الفراغ استغلوه واحد المجموعه ديال الناس وبداو كيشرعوا لنا كيف ما بغاو. فاذا كان حضورنا حضور قوي وزين ثابت، تنظن بان غير حقوا كثير
ميلاد هذه النقابه اللي هي في نفس الوقت نقابه تنضاف لواحد المجموعه ديال الهيئات اخرى سواء النقابيه او ائتلافات الى اخره اللي غتكون اليد ديال المكتب اللي غادي ينتخب يد ممدوده للتعاون لما فيه صالح الفنون التشكيليه والفنان المغربي. ما غادي ندبزو مع حتى شي واحد، ما غنسبو حتى شي واحد، ما غادي ندبزو ما غنتخاصمو مع حتى شي واحد، غنتعاملو مع اي واحد اللي عنده الهدف هو الفن التشكيلي المغربي والفنان التشكيلي المغربي. فيدنا غتبقى دائما ممدوده. وكذلك عندنا صياغ ديال النضال باش ننتزعوا حقوقنا، راه ما غننتزعوهاش بالسعاية، غننتزعوها بالنضال وجميع الصياغ اللي تتيحها القانون. كانت احتجاج، كانت كذا، كانت إضرار، كانت جميع الصياغ هي متاحة وعندنا الحق باش ندافعوا عليها إذا شفنا بأن المطالب ديالنا هي مطالب مشروعة وتصب في الفن التشكيلي المغربي وتصب لصالح الفنان التشكيلي المغربي. لأن واحد المجموعة ديال الأشخاص اللي هما تعيشوا من الفنون التشكيلية، وهذا هو هذا الجانب الإيجابي في هذا القانون اللي دار قانون ديال الفنان، هو يعود بالنفع أكثر على الناس المتفرغين، الناس اللي تعيشوا من فنهم. هذه راه نقطة إيجابية. وتتبقى النقطة الأخرى الدور ديالنا، كيفاش غيمكننا ننزلوا النصوص التنظيمية، كيفاش غيمكننا ندافعوا عليها، كيفاش غيمكن نسمعوا صوتنا اننا نقولوا ها الفنان التشكيلي المغربي شنو اللي خاصه. ف نتكلوا على الله، هذه الاجواء العامه، ماشي تناقش القانون ولا شي حاجه، ولكن عطيت الاجواء العامه بحيث ان القنيطره وهي اللي كانت المحتضن ديال هذا النويو الى بغيتو. هذا النويو بدا في القنيطرة مع اللجنة التحضيرية اللي اجتمعنا في 6 مارس، وفعلا كانت عندنا واحد المجموعة ديال العراقيل كما قلت لكم، كنا غنعملوا الجمع ديالنا العام في وزارة الثقافة، تبنعنا من ديك القاعة لأن وزارة الثقافة لم ترخص لنا بداك الفضاء، جينا لهنا عاوتاني تنقلبوا على الفضاء، في الاول تعطانا وفي الاخر عاوتاني بغيت تحيد لينا لان كانت فيه واحد المجموعه ديال الانشطه الى اخره. في اخر لحظه عاود ولاو تيقولوا لنا بان هذاك التوقيت اللي عندكم هو توقيت ما بقاش عندكم ذاك التوقيت كله، ولا عندكم غير هذا التوقيت نظرا لان القنيطره تستعد لزياره ملكيه وغيكون واحد التجمع هنا في العشيه ابتداء من الجوج كذا، واحد المجموعه ديال سميتو. هذا الشيء كامل تحديناه، وحنا اليوم في هذا الاجتماع امامها الفنانه وفنانه نوعيين اللي فرحني اكثر، ماشي الكم ديالهم ولكن النوعيه ديالهم وكل هذه الوجوه تنعرفها شخصيا كلهم اللي قادرين باش يخلقوا واحد القفزه نوعيه في التشكيل المغربي انطلاقا من هذا من الخراطه ديالهم في هذا في العمل هذا ان شاء الله. وشكرا لكم. شكرا استاذ فنافي على الكلمه، وايضا احاطه بالشكل اللي تم الاخوان في الظروف العامه باش ينعقد هذا الجمع العام الاساسي، ولكن ليس بالهين وليس بالصعب على الرجال التحدي لان يصمدوا لان يحققوا هذا الامل. ايضا التحق الفنان الكبير فنان البصمه السي محمود المكري. تفضل معنا السي محمود، واحد الكلمه بمناسبه شكرا على حضورك، تحياتي. مرحبا استاذ، تفضل غير تقريبا. صباح سعيد، مرحبا. تنقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تنقول لكم مبروك وسامي، الله يوفقك. شكرا زميلي. الاخوه الان كاين واحد حفل شاي على شرفكم، ومن بعد غنستانفوا الجلسه الخاصه فيما يتعلق بمجال الانفتاح على مستوى القراءات القانوني، وايضا انتخاب التشكيله اللي غادي تحمل هذا اللواء. فمرحبا بكم داخل هذه القاعه، بقاو فالاخوه معي لكم واحد حفل شاي على استقبالكم.